بعد ركود شهده القطاع السياحي لمدة تزيد عن سنة بسبب جائحة كورونا المنتشرة عبر العالم، أتى قرار الحكومة القاضي بفتح الحدود لإنعاش الحركة السياحية الوطنية الداخلية بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالبلاد. اليوم احنا فرحانين بداك عندنا واحد لادات اللي عارفين بنا غادي كلهم الناس السياح كلهم يجوا لنا. دونك لو 15 جوان، من لو 15 جوان الفوق الناس يمكن لهم دابا كيريزيرفيو الوراق ديال الطيار. التاثير دابا حاليا باقي ما كاينش، هادي 24 ساعه باش تنخذ هذا القرار، دونك باقي ما نعرفوش، باقي خصنا ننتظروا نشوفوا يكونوا دوطخ ديكلاراسيون اللي يمكن لهم يعطيو لهذاك السائح اللي غادي يجي للمغرب اللي باغي يشوف عائلته على لي ماروكان ريزيدون ليترونجي هما اللي غادي يجيو. مهنيو قطاع السياحة وتحديدا المشرفين على تسيير الفنادق تفاعلوا مع القرار بشكل يجعلهم على أوج الاستعداد لاستقبال السياح المغاربة والأجانب المقيمين بالخارج حسب تصنيف الدول إلى قائمتين من قبل الحكومة المغربية. هذا التصنيف جاء على أساس توصيات وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي توفرها منظمة الصحة العالمية أو دول العالم عبر مواقعها الرسمية. بالنسبة باش يحلوا الحدود النهار 15، حنا كنا كنتسناو هذا القرار واخا تعطل عنا شوية، ولكن كنا كنتسناو وفرحنا منين جانا هذا القرار. بعدا كومسون شوية ديال التوريست يدخل باسكو التوريزم انترن ما كافيش، وبالأخص في الجهة ديالنا ديال درعا تافيلات، حيت عندنا جهة كانت تخدم غير مع السياح الأجانب، قليل شوية ديال السياح المغاربة. وبالنسبة لنا حنايا ميم هذا القرار اللي غيكون بأن نهار 15 نحلوا الحدود، حنايا في الجهة عندنا لاكتيفيتي ما كتكونش في الصيف باسكو جهه فيها الشمس قاصحه بزاف كتوصل حتى ل 50 دوغري، الوغ لا كليونتيل عندنا كتكون تتبدا حتى شهر 9 ان شاء الله. هذا القرار هذا كيأثر ايجابيا طبعا على الميدان السياحي والفندقي، لانه كاين عدد كبير ديال الناس اللي كيشتغلوا اقتصاديا واجتماعيا، كاين اثار ايجابيه الحمد لله. كان ممكن انه هذا القرار بحال هذا يتاخذ شحال هذه، ولكن كل حاجه بوقتها. قطاع السياحة تكبد خسائر مهولة خلال فترة انتشار الوباء، إذ شكل انخفاض عدد السياح الوافدين نسبة 63% حسب الإحصائية المسجلة، وذلك ما يجعل المشرفين على الفنادق يبحثون سبل استدراك ما فات من خلال جذب السياح بعروض مغرية.